بسم الله. اول طريق اسماعيليه الصحراوي اتجاهنا لبورسعيد. انا دلوقتي عملت حوالي 10 كيلو على طريق اسماعيليه. هم سبقونا من بدري لان انا طلعت متاخر بسبب ان انا كده كنت فاكر ان التجمع في وقت بعيد عن كده شويه، بس اكتشفت ان هو الساعه 10. فطلعت بقى، سبت الشغل، طلعت اجري، رحت جهزت العجله وخدت الحاجه ونزلت. يعني ممكن يبقى بيني وبينهم حوالي 10-15 كيلو. الطريق جميل زي ما انتم شايفين. انا قاطع حوالي 11 كيلو على الطريق. في واحد ورا لسه كان جاي متاخر، بيني وبينه 3 كيلو. قعدت استناه عشان ما يبقاش هو لوحده وانا لوحدي كده، نبقى ايه اخر ناس مع بعض. اول ما يوصل هتحرك على الطريق على طول. وهنا وصلنا لنقطة الرسوم او محطة الرسوم الاولانية. وكمان الطريق نتمنى لكم السلامة. كده يعني اللي جاء من اسماعيلية دي الكيرنة بتاعت القاهرة، واللي ماشي كده دي اول الطريق. ربنا يكرم في اللي جاي. شاي بلبن بقى مع بسكوت او حاجه، او ممكن قهوه فرنساوي. عاش يا شباب، عاش. جبت قهوه فرنساوي اشربها واكمل على الطريق. احنا تقريبا قبل العاشر من رمضان ب 10 كيلو. خلاص النور خلص وداخلين على الظلام. الظلام هو ده اللي انا بحبه، المغامرات. حد ينادي عليا، يا عبد الله. هي دي المغامرات اللي الواحد بيستناها. ربنا يستر. انا اخر واحد، وبيني وبين اقرب حد ليا حوالي 10 كيلو. يعني حصل اي حاجة هروح في سكة، اللي بيروح ما يرجعش. واحد تعب لازم يريح شوية. اكل تفاح. بيني وبينهم 13 كيلو. هم عند الكاتر بتاعت اسماعيلية وانا قبلهم 13. هنخلص دول هحصلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله سمارت من امام كاميرا تليفونه. وخلاص فاضل 30 كيلو على اسماعيلية. مسا مسا يا شباب. ايه فين الناس؟ فين الناس؟ حركوا خلاص. حركوا، راحوا فين؟ يا بكة. حبيبي يا سمارت. صباح الفل يا بكة. ايه الاخبار؟ مين اللي اتحرق؟ عادل. يا عادل مش كده. السلام عليكم. ايه الدنيا؟ انا اتاخرت جامد. ها؟
يا كابتن رامي. ازيك يا كابتن رامي حبيبي؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله نورنا. نورك والله. وعوده بعد طول غياب 3 شهور وخلصنا من الثانويه العامه ورجعنا للسفريات تاني. الله يسلمك. مين هنا طيب؟ كله ماشي؟ ثانويه عامه انا لسه مخلص برضه. يا راجل عملت ايه؟ احكي لي. الحمد لله نجحنا. بس رضا كويس ان احنا نجحنا، مش عايزين اكتر من كده. يا ابو النجا اسمك ايه؟ الدنيا تحب تقول ايه للجمهور؟ حبيبي امين اخبارك ايه؟ الدنيا بقت بجد جامد يا جدعان وجو حرس الكوره يا ابو النجا. تحب تقول ايه؟ اقول ايه لاي حد؟ بصوا طيب يعني بقول للناس كلها تعيد تفكيرها في قصه العجل ديت. أيوة. وبدعوهم ان هم يجيبوا عجل وييجوا ينزلوا معانا. طيب زي الفل. اشتروا عجله يا جدعان وسافروا كده عشان وغيروا جو. رحله البحث عن عيش معايا تونه جاي لهم عامل القاهره، بس نسيت اجيب العيش. خش السوبر ماركت هنا وان شاء الله نلاقي عيش، مع ان ما اعتقدش يعني. السلام عليكم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. خش اخبارك ايه؟ اخبارك ايه يا كابتن سامي؟ حكيم الكيان يا جماعه. نظبط نفسنا كده. ايوه اظبط الدنيا كده. ايوه الحكيم اخبارك يا حكيم؟ تعال والله. وانا كمان جاي ببحث عن عيش. رحله البحث عن العيش يا جماعه. عندكم عيش؟ السلام عليكم. عندكم عيش؟ العيش عيش؟ طب وانا هاكل ايه كده؟ ما عندوش. طيب انا معايا تونه يمشي ايه جنبها؟ في فينو؟ ولا في فينو. الله يبارك لك. ودي نهايه اللي ينسى يجيب العيش معاه من بلده. سلام. الراجل ده عايز يتصور. صباح الفل. ايه الاخبار؟ تحب تقول ايه الموضوع بتاع السفر بالعجله والكلام ده؟ تحب تقول ايه الموضوع بتاع السفر بالعجله؟ نستناك كل جمعه. طب تمام. واحنا كل جمعه هنجي لك على طول كل جمعه ان شاء الله. منورنا والله حبيبي. منور حبيبي. بص هو انا عمال ادور دلوقتي على حاجه تتاكل. طبعا محتاج حاجه فيها ملح، ما اعرفش ليه حاسس ان انا عايز اجيب شيبسي بالملح. صلصه حاره. لا سيبك من الملح، جيب الشطه والليمون. والله محتار. طب دوريتوس ميني تشيتوس كرانشي، اختاروا معايا يا جدعان. كباب، ممكن كباب، ايه رايك؟ اختيار موفق، اختيار موفق. مع كباب مع التونه مش هيمشي. اخد شطه وليمون خلاص. بس هولا هولا اخترت ده، بحب انا البتاع ده. وناخد لنا بتيهايه بالجبنه. تمام. وناخد لنا ايه بقى؟ كان زايد دبسي. اهو ناكل نريح شويه بعد كده نمسك الطريق تاني. صح كابتن سامي؟ هنا الشيف عثمان. كابتن سامي يا جماعه قال لي كابتن سامي. الله يرضيك يا كابتن سامي. البوتاجاز بتملي هنا بقى. حط الحاجه هنا بس عادي. من البوتاجاز زي انبوبه. البوتاجاز زي الفرق جاي 280 جنيه بس. كم؟ 280. وايه الكود مكتوب عليه ده؟ تشحن بيه ولا ايه؟ تعالى بالنجا. انا هحضر انت كده. مش هو اللي بيكون دول هو قاعدين بنستنى بره. هو قاعد بيطلع هنا. ابو النجا يا جماعه كان ماشي معايا من اول. ابو النجا كان ماشي معايا من اول الطريق عشان ما نضربش الكابتن سامي. وبعدين فجاه لقيته عمل 55 كيلو ما شاء الله عليه. وانا هناك. لا ركبت سينا. لسه معدي. كمل. ركب سينا لان عجلته اتخرمت وهو ما هوش داخل الاحتياط. حتى بتاع العربيه اللي كان معايا يا ابني قلت له يا عم اركب بيه نجري كده انت اهو. قلت له انت تعبان زيكم ولا ايه؟ يا كابتن سامي انت مش عارف انا جيت هنا بعناء عامل ازاي؟ العجله من ساعه اخر طلعه
وهي الكشري هو المفروم ولكنها متفككة على جنب. جيت الحين ما لقيتش سبيسيوك وانا معيش دخل سريع، فقدت العجلة ومشيت ركبت توك توك بتاعت جمال، واحد صاحبي معاه عجلة بجمال خدت منه دخلي وركبته وانا بنفخ البلف القطم. اتصلت بابو النجا قال لي انا داخل عليك اهو. رحت طلعت اول جمال بره على جسر السويس، ابو النجا جالي الدخل اللي معايا واحد شريدر، والشريدر ما بيدخلش عندي عشان انا البلف عندي على قد البريسه بالظبط تمام. والتاني مخروم، قلت له طب ماشي، بيقول لي هات السيليسون نلحم، قلت له معيش سيليسون، قلت له طب هات السيليسون بتاعك، قال لي معيش سيليسون انا كمان. فكده خلاص الدنيا عدت. كلمت كابتن ايهاب قال لي عبد ياسر هتلاقيه لسه عندك دلوقتي، اتصل بيه وتعامل معاه. اتصل بعبد ياسر بيقول انا داخل على اول جمال، قلت له حلو تعالى. جه جاب السيليسون لحمنا وكمل ومسكنا الطريق. يعني غريبه جدا ان هو معاه سيليسون مش عارف. لا والمشكله ان السيليسيون مش بتاعه، ده كان سالفه من الناس اللي الجنوبيه معاه. ازاي كده كده مطلع لما ابو النجا كلمه قال له عبد الله طلع سيليسيون وكده. بناكل كويتش يا جدعان، لقينا اكل على الطريق بناكل كويتش. بناكل كويتش ومن موقعنا هذا وبيكا ياكل الكويتش. كان مراهن هو وعادل مين يتكرم، فبيكا خسر الرهان. انكسبونا يا جماعه. وبيكا كل الكويتش خلاص. اسماعيليه 5 كيلو كملها معانا بالستر يا رب. انا جبت اخري يا جدعان، عضلاتي مفيش بلح. عبد الله على السلامة. الله يسلمك يا قائد. ينفع اللي بيحصل فيا ده؟ يعني بعد طول الغياب وطول الانتظار. معلش. انا خسيت؟ ده انا بقيت 60 كيلو بركيلي. لا والله. زيت؟ 2 كيلو حلوين. اخبارك ايه يا كابتن دينا؟ حبيبي يا اسمر. حبيبي يا قائد. يلا. الله يبارك فيك يا قائد. الله يخليك. كابتن دينا انا هبوس الراس وانا لامس ومبروك حبيبي والله يبارك فيك قبل الكليه ان شاء الله. خدش ماشي خدش عامل ايه يا حبيبي؟ عملت ايه في الامتحان؟ وهنا نقطه الوصول، فاضل 75 كيلو على بورسعيد، شكلها اركب عربيه وابيعهم. احنا هنا تحت كوبري السلام اللي بيعدي فوق قناه السويس. خلاص خلصانين، في عجله باظت نوقف اي حاجه يركب ونكمل على الطريق. احنا اخر ناس 3 اشخاص. كابتن حسن منور. كابتن حسن يا جماعه، افضل حاجه تلاقيها على الطريق حد يكون عامل سبيل كده ولا حاجه، بولدير بولمان، ميه متلجه في عز الشمس، يعني هي دي الامنيات اللي احنا بنتمناها. ما بنتمناش اكتر من كده، مش عايزين تكييف، عايزين
اي حاجه، نعزمها ساعه بس. فاضل لنا 40 كيلو على اسمها ايه؟ بورسعيد. بورسعيد. خلاص جبنا اخرنا، الساعه دلوقتي 12، الشمس في عز حرارتها. لقينا ريست جميل زي ما انتم شايفين كده. انا وعم حسن اخر اثنين على الطريق، بس طلبنا عصير فريش مانجا ونوافه وكده. هنريح شويه وبعد كده نمسك الطريق نكمل. ربنا بقى يسهل عشان خلاص انا جبت اخر، عايز انام. في اخر مزق هعمل اوتو ستوب واقف عربيه واركب وامشي. شكرا، سلام عليكم. بس انا بوريكوا بقى الكنز، شوف التشجيرة. معانا يا جماعة بدر من رحالة مشوار بتوع اسماعيلية هنا وبظروفها، وانا ماشي على الطريق فجأة لقيته بيرن عليا، برد عليه بيقول لي يا ابني الشدة اللي ماشي جنبي. بقول له ماشي جنبي ازاي؟ بيقول لي انا معدي جنبك. بقول له معدي جنبي فين؟ لقيته جاي بيسلم عليا. بصوا الصدفة يعني، سبحان الله. وهو ما يعرفش اخر مرة قابلته كان من سنتين، من سنتين في دمياط، والنهارده الصدفة بتجمعنا. الله الله ينور. الله حبيبي يا ست الكل، عايزة تطلعي في فيديو؟ عالي نورينا. ست والدة بدر منورة الفيديو والله. ميرسي لما نزل ليه؟ انا معاكم. اه ما انا شفته معاكم في الفيديوهات يلا ربنا يعينكم. وهتطلعي معانا في الفيديو اللي جاي بتاع بورسعيد ان شاء الله. نقابلكم في بورسعيد ان شاء الله. ان شاء الله. دلوقتي انا وعم حسن اخر اثنين على الطريق، فاضل 28 كيلو بالظبط على مكان الاقامه اللي هو بيوت الشباب بتاع بورسعيد. فاحنا خلاص شطبنا بنزين يعني، جبنا اخرنا، مش قادرين نتحرك تاني. فشاورنا العربيه يا عم جمال، الحمد لله يعني ربنا كرمنا والراجل وقف لنا وحمل العجلتين على الشبكه، ربنا يبارك له يعني. تحب تقول ايه يا عم جمال للناس؟ والله هو انا ممنوع اقف على لحد على الطريق، لكن طبعا هم شباب محترم وناس مؤدبه، وانا غصب عني لازم اقف لهم واسلم على دماغنا، وهم بعجلهم وبعدين كفايه ان هم شباب من القاهره وناس محترمه. انا بعز القاهره جدا وشباب القاهره وبحييهم على المشوار الجامد اللي هم جوه ده، وكتر خيرهم يعني. هم كويس ان هم وصلوا قبل بورسعيد 28 كيلو، وانا وقفت لهم وخدتهم ووديهم واخدهم، وطريق ما فيش خدمات يعني في الوصله الصغيره دي. لا وانا مستعد اوديهم القرار تاني والله. يعني تحت امركم الله سبحانه. سؤال يا سيدين، خلاص وصلنا مدينة بورسعيد الحمد لله. والله مدينة نظيفة يا جماعة، وحاجة اخر الحلاوة، حاجة زي الفل. بني جميل، ايوه عم حسن. اول ما وصلنا البلد هنا اول حاجه دورت عليها عصير القصب، لان عصير القصب ده بيروي. في هنا حاجات ما اعرفش هي ايه، لسه اشوف دلوقتي وهاكل منها. عصير المانجا هنا حاجه حلوه قوي. جربها يا جماعه، اللي هيجي بورسعيد يجرب الموضوع ده، جوافه ومانجا وفراوله وجيلي وقشطه وايس كريم، حاجات كده في بعض. والعلبه دي ب 10 جنيه بس، حاجه ملهاش حل. هذا المصري يا جماعه، الاستاد بتاع بورسعيد، واحنا خلاص يعتبر داخلين المدينه الشبابيه اهو. بقالنا نص ساعه عمالين نلف عليها، وده يقول لنا يمين وده يقول لنا شمال. بس نصيحه بقى اقولها لكل الناس اللي هتيجي هنا، لو انت جايب عربيتك يعني، الناس هنا مش شغاله باشارات مرور، ومش شغاله بالحاجات اللي هي اللي هيخش يمين يضرب فلاشر يمين ومش عارف ايه والكلام ده، تمام؟ وبيجروا بسرعه غريبه، وفي نفس الوقت حافظين بعض يعني، ما فيش حوادث، ما فيش اي حاجه، هم عارفين بيمشوا ازاي يعني. هو تحس ان هم كل واحد عارف بالتاني هيمشي ازاي. فخلوا بالكم الناس اللي هتيجي بعربيتها هنا، تمام؟ لقد وصلنا. الحمد لله على السلامه يا كابتن حسن.
اسلمك يا جميل. يلا اتاكد بس بيت الشباب بورسعيد وش الاستاد، ربنا يستر وكان هي عشان مش قادر الف تاني خلاص. مكان يا جماعه بورسعيد جميل قوي، يعني بورسعيد تحس ان هي كده مصر الجديده في نفسها، وسط البلد في نفسها، البلد كلها يعني حاجه جميله قوي. من شويه طلعت مش هي وقالوا لنا لا ده انتوا رحلناكم قاعه ثانيه وبيوت شباب ثانيه ورجعنا ثاني، يعني احنا كنا هنا اصلا، احنا كنا خلاص جينا هنا. الله يسلمك كابتن شاهي، انا بموت انا بموت، لسه واصل حالي. الله يسلمك، انا مش هركب عجل ثاني، انا هولع في العجل اصلا، انا خلاص احنا جايين من القاهره. الله يخليك، ما تاخد العجله دي مني عشان ما اكسرهاش. خد العجله دي مني عشان ما اكسرهاش. لا العجله متاخره. لا ولا اقول لك بس دخلنا انت جوه خالص. تمام يا جماعه، المكان هنا روعه روعه روعه، حاجه كده. بصوا هي اصلا فيها تفراح وفندق في نفس الوقت. ف الله يسلمك يا كابتن مينا.